الاب الفاضل الاستاذ الكبير شرف البعيني نشكره اول شيء على الدعوه والعشاء الطيب. تسلم استاذ شرف. مسيكم بالخير. انا مارون تيدروس من 28 سنه. اليوم اللي فزت فيه بجائزه شرف البعيني عن الاعلام كان فخر كبير لإلي. وانا عم شوفه واقف من يومها، عم شوفه واقف مثل النسر ورا الميكروفون تقدم حفلات تسليم جائزة شرف البعيني بيوم تكريم الدكتور مصطفى الحلوي. وقع كتابه كلمات سريعة عن شرف البعيني وأهدانا إياه مجانا. بيقولوا إنه الإنسان بيتعب مع الوقت مثل أنا بخطر مع الوقت، والظاهر إنه لا يؤمن بالتعب. تعرفوا ليش؟ لأنه مجبول بالوفاء ورمز للصداقة الدايمة بقلوبه. هو اللي فاز بالجائزة كمان من 25 سنة ربع قرن عن حقل الطب. رجاء منكم أنكم تحبوا بعريف الحفل قدام صديقا لنا الكبير الدكتور علي بسر. أما كتاب الدكتور مصطفى الحلوي شرف البعيني بين الفصحى والعامية فلقد واجه الاثنين معا. كيف؟ فلنتابع. أولا، الربح الوفير الذي جنيناه من الكتاب هو تسليط الضوء على أشعار شرف البعيني، لأن ما كتبه عنه الدكتور الحلوي أكثر من رائع. ثانيا، تفعيل النشاط الثقافي في المغترب الأسترالي من خلال بث روح الثقة بأنفس الأدباء والشعراء، وأن ما ينتجون قابل للتمدد خارج غربتهم المحدودة والالتقاء بالنهضة الأدبية العربية إذا بقي من هناك من نهضة. ثالثا، عرف الدكتور مصطفى الحلوي كيف يضيء أسماء كثيرة في عالمنا الأدبي أثناء الكلام عن شرف البعيني، إذ دون الكثير من الاستشهادات التي جاءت من أقلام اغترابية. رابعاً، قد لا أغالي إذا قلت أن أدبنا الاغترابي قد ربح دراسة أدبية قد لا تتكرر في القريب العاجل. صحيح أن آلاف المقالات والقصائد والعشرات من الكتب قد نشرت عن شرف البعيني، ولكن كتاب الدكتور مصطفى الحلوي كان درة التاج دون منازع. خامساً، تعرفنا ونحن نقرأ على أديب فيلسوف يعرف كيف يلتقط نجوم الكلمات ليضيء بها سماء الأدب المهجري، سماء الأدب العربي الحالكة. فلغته بسيطة لدرجة الاندهاش وقوية لدرجة الذهول، وبين الاندهاش والذهول يبقى القارئ مشدودا إلى القراءة. سادسا، وزع الكتاب مجانا عبر البريد لمن أراد، وقد أراده المئات من المقتربين. وقد تتعجبون إذا قلت أن كلفة البريد حسب معرفتي بها قد زاد عن كلفة طباعة الكتاب. وهنا تكمن مقدرة شرف البعيني على نشر الكلمة دون الالتفات إلى أي شيء آخر. فإذا كان الربح بهذا القدر، فأين تكمن الخسارة إذن؟ الخسارة الكبرى وقعت حين نشر الكتاب في زمن جائحة الكورونا التي منعتنا من رد الجميل كما يجب للدكتور مصطفى الحلوي، تماماً كما فعلنا عام 1989 يوم صدور دراسة الأديب السوري محمد زهير الباشا شرف البعيني ملاح يبحث عن الله. ومن هنا لا يذكر اليوم العظيم، ذلك اليوم العظيم الذي حلق به الشعراء والأدباء وعرضت فيه اللوحات الفنية وصرحت حناجر الفنانات والفنانين. أفلا يستحق كتاب الدكتور مصطفى الحلوي مثل هذا اليوم؟ بلى وألف بلى. لذلك جئنا اليوم لنعوض شيئا من الخسارة ولنحتفل بفوز الدكتور مصطفى الحلوي. أخي الذي لم تجده، إنه الشاعر الصديق شرف البعيني.
فليتفضل. من بيادركم. يا ريت فيي جمع الدمعات تا تسكبوها في محاضركم. من حبكم عم اشرب الجرعات، جرعات شهدت لها منابركم. انتو اذا بتوقف الساعات بتوقف تتحكي عن مآثركم بالشعر أو بالنسر في لمعات، بسطوركن بتشع شعلة نور بلون الذهب ورق دفاتركن. ويا مصطفى الحلوي كتابك صار شلال للعطشان من شعبي، مثل الكذب كل ما يمر نهار بحلم تشوفك قاعد بجنبي. بحروف حبك صرت تطفي النار، بعصر الكورونا مع ألف ضربي رح خبرك عن مبدع وجبار اسمه عصام وساكن بقلبي. أسرى الجوايز كللا بالغار موطوطة عني وظاهرة الحربي. انتو عصام ومع أسامي كتار زرعتوا الفرح بظروفنا الصعبة، للأرض ندهتنا ولهيك الدار منبكي وقت ما منسمع الأخبار مكتوب إنه نموت بالغربة. لولا الكورونا، هيدا لازم غيره خلاص، هيدا السيستم اللي غيره بحيلك. لولا الكورونا كنت شفتك هون جاي وحامل أرزة بلادي. يا مصطفى نحنا بأبعد كون وقربتنا من بعضنا زيادة، كتابك حروفه بألف لون ولون مثل الزهر والشعر سجادة. من طرابلس مديت إلنا العون من بلاد هي الحلم شو ما صار كل القلوب بتعبد عبادي. رح أشكرك تيصير يحكي الشكر ويتخبرك قديش ممنونك، ذكرك ببالي صار أحلى ذكر. يا مصطفى شو ما طلبت رح قول شربل بأمرك تكرم عيونك. الله. شكرا. ومع الفنان الكبير إسماعيل فاضل. يلا. في البدء كانت الكلمة، ومن خلالها معرفتي بالدكتور مصطفى الحلوة، وهو اسم على مسمى. ففي كتابه شرجل بعيني بين الفصحى والعامية يصطفي من طيب الكلام التعابير الحلوة الغنية بعبق اللغة، ومن روضه الغناء الحرف الأخضر والزهر الفواه موزع عطره على جناحي الوطن المقيم والمغترب، رافعا درجة التواصل والتفاعل بينهما في أستراليا التي تبوأت أو تكاد النجومية الأدبية المهجرية لوفرة ما تألق فيها من أعمدة الأدب والشعر. وفي الطليعة فارس الكلمة والحرف الأستاذ شارب العين. وليس أدل على ذلك من كتاب دكتور الحلوة الذي يروي تلك العلاقة مع الشاعر بعيني. وكيف بدأت مع توقيع كتاب للشاعر رومي عويس في بياد الرشحين، تبع ذلك توقيع كتاب دكتورة بهية أبو حمد شرب البعيني منارة الحرب، ثم توطدت العلاقة بين الشاعر والمؤلف فكان هذا الكتاب شرب البعيني بين الفصحى والعامية، وهو عبارة
عن عينة من 5 كتب أو مراجعات نقدية بأسلوب السهل الممتنع الجامع بين الأدب والفلسفة. والسؤال الذي طرحه الكاتب على نفسه، لماذا شرب البعيني دون غيره؟ ذلك لأن شرب الشاعر الغربة الطويلة الأكثر غزارة، ولأنه لم يترجل حتى الآن عن صهوة الكلمة، وبين يديه باقة من ضوء السنين عطاء وعلقا، 50 كتابا له، و40 عنه، وعشرات الجوائز وتعدد الألقاب. ولأنه عابر للمذاهب والطوائف ومنحاز لإنسانيته ضد الظلم والفساد، كتب للأرض وقضايا الأمة وحمل وطنه الأم في عقله. كل هذا منحه تأشيرة دائما للمجد والخلود. لهذا كان شرب البعيني. أما السؤال الأساسي عن العلامة الفارقة لهذا الكتاب، وهي إشكالية اللغة بين الفصحى والعامية عند الشاعر بعيني، فمن خلال الكتب الخمسة نستنتج أن العامية تستحوذ على المساحة الأكبر من شعره، قديمه وجديده، وهذا لا ينتقص أبداً من قيمة شعره في روعته وجمالية إبداعه. وباختصار، البعيني أبدع في فصحى كما أبدع في عاميته بشكل واضح، وهذا ما رآه المؤلف. الدكتور مصطفى الحلوة قام شمالية رائدة وقيمة جامعية عالية فلسفية وأدبية، رئيس الاتحاد الفلسفي العربي، يتميز بأفق إنساني ومعرفي واسع ومنفتح، صديق الضوء والسيرة العطرة، فالحب والعطر لا يختبئان أبدا. لمثله تفتح قاعات التكريم وتمنح الجوائز. إطلالته الأدبية هذه أغنت المكتبة الاغترابية، وستبقى كغرس أخضر يانع ووارف يفيد البلاد والعباد، فهي من علم طليعي لشاعر مهجري كبير، كلاهما أعطوا أستراليا ووطن الأرز المجد والشهرة، وبهم نعتز ونفتخر. مبروك للدكتور الحلوة جائزة شرب البعيني من معهد الأبجدية، والشكر لمدير المعهد الدكتور حداد، والشكر موصول للمكرم والمكرم ولحضوركم البهي مع كل الحب. من جبيل ناشرة الحرف في أرجاء العالم القديم، وها هي الجائزة بأبجديتها بعصام حدادها الخالد، تحملني عبئاً شديد الوطأة، إذ تدعوني بأعلى الصوت أن تابع المسيرة صعداً ما دام القلب نابضاً بين يديك، وليس لي إلا أن أستجيب. فشكراً بحجم هذه القارة، وقد غدت الجائزة على قياسها. أحبتي، لقد التقيتم اليوم في هذا الزمن الكوروني شديد الخطورة لكي تكرموني، بل لتكرموا من منحني شرف الكتابة عنه. عبر عملية استدراج محببة أغراني بعرائس شعره الفاتنات وبجنياتهن القابعات في وادي عبقر، فساكنتهن عرائس وجنيات، واستغرقت في عشقهن حتى الرمق الأخير. فكان هذا المولود الفكري المتواضع شرب البعيني بين الفصحى والعامية. عبر هذا الكتاب كان لصديقي شرب البعيني الذي لم ألتقه بعد عياناً أن يشرع السبيل أمامي لأقتحم المشهد الأدبي لجاليتنا اللبنانية وسائر الجوال العربية، فأضع كما وعدت مؤلفاً مسهباً
يرصد الحركة الأدبية شعرا ونثرا، ويتعرف دور الإعلام الناشط لا سيما في شقه الثقافي وإلى سائر الفعاليات التي تصب في إطار الحراك الاقترابي الراقي لمبدعين لبنانيين وعربا على حد سواء. أيها الأحبة، لئن أسعدتني هذه اللفتة الكريمة فهي لم تستثر غروري، فآفة العلم الغرور. فما أنا والله سوى درويش سالك طريق المعرفة، أحمل مصباح ديوجين في رابعة النهار، أجوب به من مكان إلى آخر، أتقصى الحقيقة العارية، لا أرتجي جزاء ولا شكورا. وإذ أرى إلى هذه الجائزة إكليل غار على رأسي، فإنني ممتن كل الامتنان لواهبها. وحبذا لو كنت حاضرا بينكم اليوم لأشارككم هذا الحدث، ولكن ما حيلتي والزمن الكوروني اللعين يباعد بيننا. من غير أن يقوى على فصم عرى المحبة الصادقة التي تجمع قلوبنا إلى بعضها بعضا، إلى من أعطوا هذه التظاهرة الفكرية بعدها الحقيقي بجليل كلماتهم والقصائد، فقد طوقتم عنقي بقلادات ماسية باقية على الزمن. والشكر موصول إلى الدكتور علي بزي الذي قبض علي متلبسا بخاصية من خاصيات الكتابة الآسرة، إذ رأى إلى لغتي لغة بسيطة حتى الاندهاش وقوية حتى الذهول. قد يكون ذلك والله أعلم. أما أنت يا شربل فأنت الحكاية كلها، فمنذ أن وطئت قدماك أرض أستراليا طفقت تملأ دنياها وتشغل ناسها بعظيم نتاجك الأدبي ومبدع شعرك وبحراكك الثقافي المذهل. كأننا بك كما وصفتك طاحونة فكرية لا تتوقف رحاها عن الدوران لتأتينا بخير عميق. لقد كتبت يا شربل على صفحتك وصيتي قبل أن أموت أن لا يقال إنني مت. كيف لك أن تموت أطال الله عمرك وقد توبت في العام 2001 أميراً للشعراء اللبنانيين في عالم الانتشار مدى الحياة، كأرزة دهرية باق بيننا باق جذورها ضاربة عمقا في تربة لبنان وبلاد العرب كما في أستراليا، وناهدة بأغصانها لتعانق السماء حيث اسمك على شمس لا تغيب. وليس لنا في هذا المقام إلا أن نستعيد واحدا من أبيات قصيدتك العصماء في سعيد عقل مع تعديل طفيف: حياً ستبقى بيننا أبداً يا أرزة يحلو بها العلم. تحية لكم جميعاً محيي هذا الحفل الرائع، معلومين ومجهولين وحضوراً أكارم أعزاء، تحية أبعث بها من طرابلس الفيحاء تتنزل عليكم برداً وسلاماً. لا يكتمل أريج هذه الاحتفالية إلا بقصيدة أو كلمات من البروفيسور أمين شدياق، فليتفضل ليدخل على هذا المقام. I'm sorry. Sorry.
شيوخ الأرز من هاك الهضاب جاءنا الحرف لتأليف الكتاب. في العلم يعلو كل ما يبغي العلا، في المصطفى مجد العلوم يستطاب. أهلا أناجيك أيا رمز الإبا، في ملتقاك يعزف لحن الرباب. طيفك يختال ومن تلك الربا كالنسر ما بين ذهاب أو إياب. يعتز فيك الحرف ذاك كلما أفسحت للحرف مجالات الخطاب. نلقاك في سيدني خيالا واثبا، ألبست للحرف جمالات الثياب. من كان لا يحوي حسابا إنما الفرد فيه عندك يعلو الحساب. يا مصطفى فقت الأعالي والمنى بالفطرة إن كان أو بالاكتساب. من يعجز رد السؤال إنما ألقاك عند العجز تعطيه الجواب. من يقرأ منك كتابا قد نرى كالنحل منه يرشف طيب الرضاب. بدر تشع في الظلام وحبذا يبقى الشعاع ليس في الضوء غياب. أجليت بالأنوار ديجور الدجى، يا حبذا لو نلتقي نعم الصحاب. إني أوافيك بعطري روضة كي نلتقيك قلبنا في الشوق ذاب. بالله جئناك بوحي شاعر في البعد قد نسلي هموما بالعتاب. إن الحروف من جبيل قد حكت خاضت بحار الكون في عمق العذاب. من عهد حداد نلاقي جوهرا يغزو بلادا فوق أجواء السحاب. تهنى جبيل في مراق حروفها، لولا جبيل لكان ذاك الحرف غاب. صاحب كتاب شرب البعيني بين الفصحى والعامية، بجائزة شرب البعين من قبل معهد الأبجدية في مدينة الحرف جبيل. المكرم هو الدكتور مصطفى الحلمي، الكتاب سفر والكاتب مسافر رحالة، وحصتي في الكلام دقائق معدودات. فالمصافحون والمحبون المزدانون بعشق الكلمة كثر. النافذة سأطل منها وهي ذات شخص المكرم. أنا بإزاء موسوعي من لبنان وطني الأم الأول، أعترف أني لم أعرفه قبلا، وأعترف وهو الشفيف أنه دخل القلب كما يقال، مثل كأنه محله وهو فيه. قرأت مقدمته لماذا شرب البعيد، أي لماذا ينحاز دكتور مصطفى إلى صديقي الشاعر شرب البعيد، وإنما أيضا بهذا السؤال يكشف دكتور مصطفى جوهره ذاته الجميلة. قال بإنحيازه إلى شرب البعين لأن لبنان في قلب شربل حتى الرمق الأخير، كما لبنان في قلب الدكتور مصطفى الحلوي حتى الرمق الأخير. شربل ثائر
ضد تجار الهيكل وعموم الفاسدين، كذلك الدكتور مصطفى الحلوي هو ضدهم، وأيضا حتى الرمق الأخير. وشربل بريء من كل عصبية أو انغلاق عنصري أو طائفي أو مذهبي، وهذا عين دأب واعتقاد الدكتور مصطفى. ولأن شربل لا يمشي في الأرض مرحا، وهذه الرقة هي عين الدكتور مصطفى، مثل الندى والزهور والورود والفراشات والطيور المغردة. مبدئيا أنا صديق لكل من هو صديق لصديقي الشاعر شربل بعيني، وكيف إذا الصديق هو الدكتور مصطفى الحلوي الذي نشبهه ويشبهنا في الحب، في الثورة، في الانتصار للإنسانية والمعذبين في الأرض. باقت ورود لك يا دكتور مصطفى في يوم فوزك بجائزة الحرف الجبيلي وبمناسبة كتابك، ولأن الكتاب أيضا هو في صديق الغربة الطويلة ابن مجدلية والمتعبد في محراب الشعر الفصيح والعامي الشاعر الثائر شربل بعيني، ولإصغائكم كل التقدير والشكر الجزيل. هلا بدنا نطلب لا بدك تقرا اوكي هو الذي اعطى الادب والعلم والثقافة رونقا مميزا تفرد بانتقائه، هو الذي اعتلى عرش الكلمة ونهل من رونق الادب شموخا وانصهر بعالم الابداع ليغرس وردة الثقافة في بستان فاح أريج عطره فكرا وفاضت مواسمه دواوين وكتبا وأدبا وعلما وثقافة تخلد اسمه مجدا. إنه الدكتور مصطفى الحلوي، عرفته محاميا ومفكرا وفيلسوفا وصديقا جليلا أفتخر به. فدى الشمال هو مجاز في الأدب العربي والفلسفة والحقوق، دكتور في الفلسفة، مساعد للقضاء، أستاذ للأدب العربي والفلسفة وعلم السياسة، خادم الفكر الحر ومستشار لمعالي وزير التربية والتعليم العالي، رئيس لرابطة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان، ومنسق للجنة المتابعة للبناء الجامعي الموحد. وليس هذا فقط، بل هو الأمين العام للاتحاد الفلسفي العربي، ممنهج للكتابة ومزاوج الفلسفة والأدب. كيف ما بعرف أسألوه. إنه حقا فخر الثقافة ونور العلم ورونق الحرف. هذا قليل من كثير عن حضرة الدكتور الصديق مصطفى الحلوي. Aujourd'hui, je félicite le récipiendaire du prix Charbel Baini, Dr Mustafa Helwi, qui a manifesté un engagement sans répit envers la philosophie, la loi, l'éducation et la culture, et qui a travaillé sans relâche pour les sauvegarder. Docteur Helwi, vous êtes un modèle riche de la société et nous sommes très fiers de vous. Toutes mes félicitations. Ladies and gentlemen, with great pride and honor, I humbly stand here tonight to convey the richness and intellectualism of a prominent man from Lebanon, an astute lawyer, a philosopher, and a pertinent asset to the world, who has proved himself in law, literature, culture, and education, and who has shown a remitting commitment to culture and development. We utterly pay the greatest respect to his distinguished achievement and eminent outstanding throughout his life.
أختم بأبيات جميلة للشاعر الكبير الحسين بن منصور الحلاج عندما أشاد وقال: للعلم أهل وللإيمان ترتيب وللعلوم وأهلها تجاريب والعلم علمان مركوب والعلم علمان مطبوع ومكتسب والبحر بحران مركوب ومرهوب والدهر يومان مذموم وممتدح والناس اثنان ممنوع ومسلوب فاسمع بقلبك ما يأتيك عن ثقة وانظر بفهمك فالتمييز موهوب. ظهرت موهبته الشعرية في سن مبكرة وصعد المنبر الزجلي وهو يافع ليغني مع أكبر شعراء الوطن والمهجر. أقيمت عنه دراسات في الجامعة اللبنانية وطلب منه أن يتكلم عن الزجل اللبناني. إنه الشاعر لطيف لطيف الخيال. يا دموعي الزلي طوفان كيف صار الواقع وكيف كان صار الحرامي سيد الميدان والعدل ميت والشرف هربان وبقرش صارت قيمة الإنسان. يا ريت أهل الحكم عشكلك بيصادقوا بلا تفرقة أديان وأهل الفكر بيقدروا مثلك لأدب بيتك والحرف عقلك مبروهم تكريمك بالبلد. هذا الكتاب الذي تألق هو أيضا في المغترب الأسترالي رغم جائحة الكورونا، وهذا دليل واضح على أن الإبداع أقوى من كل الجائحات والأمراض والحروب والمسافات البعيدة. فأثناء الحجر الصحي العالمي أعطى ابن الفيحاء البار هذه التحفة الأدبية للمغتربات، فكانت له الجائزة وكان له التكريم فسلمت يداه. ورغم مرور الزمن ما زلت أذكر لحظة قرر أخي الدكتور عصام حداد رحمه الله عام 1992 إيجاد جائزة تحمل اسم شاعر التقاه في المربد الشعري الثامن في العراق وترك أثراً طيباً في قلبي، لا بل أحبه كأخ وجعلنا نحبه نحن أيضاً كأخ، وكأنه أدرك بحسه الأدبي أن جائزة شربل بعيني ستتمدد لتعم العالم أجمع وستعيش وتعيش ما دام هناك مبدع يعيش في مكان ما على هذا الكوكب. من مدينة الحرف جبيل أتمنى لكم وقتاً سعيداً وأرجو أن نلتقي في الوطن الأم لبنان الذي هو بأشد الحاجة لكم. وفقكم الله وألف مبروك للدكتور مصطفى الحلوي رئيس الاتحاد الفلسفي العربي، وإلى اللقاء. سامي حداد جبيل لبنان. أنا خارج الورقة بحب وجه كلمة للأستاذ شربي. اجتماع الشباب بهالشكل اللي عم نشوفه هو جائزة كبيرة. هذا بيوجدنا كجماعة كجالية عارفين حالنا شو عم نعمل. شكرا. هو ابن إهدين البار الأستاذ سركيس كرم. مساء الخير. مساء النور. شربل بعيني Between the Classical and the Colloquial by Dr. Mustafa Helwi is an extraordinary book analyzing the extraordinary poetry of Shervil Baini in linguistic, contextual, and influential terms. In his quest, Dr. Helwi goes beyond the regular structure of poems to explore Baini's thoughts and aspiration in which wonderful and meaningful images are freely drawn with vivid colors, not bound by any linguistic barrier, and to also examine images painted by the passions of Baini's ageless vision,
which aims more often than not to instigate endless streams of revelation with the aim of lifting the soul to new levels of infinite dreams. Dr. Helwi also acknowledges what we all know about Sharb el-Baini, the patriotic warrior who has dedicated major portions of his heart and his poetry for his motherland in Lebanon. However, what Dr. Helwi uncovers is the depth in which Baini manages to convey what is stored within the inner soul in both the classical Arabic and the colloquial. Not many poets and writers can succeed in reflecting their thoughts in equal brilliance as Baini has done. This capacity is evident with his relentless humanitarian drive to produce not only creative, but also rebellious, unwavering, and truthful form of poetry, which does not tolerate any mishap or the tiniest of violation when it comes to human rights. It is hard to add to Helwi's analytic book where he comprehensively compares and highlights the brilliance of Baini in various aspects of linguistic styles, as well as line of thought and character. But it is certain that Helwi's work has taken us in many ways on an enjoyable journey of discovery by which we can enrich our comprehensions of Baini's motivation, commitment, dedication, and lifelong advocacy of justice, freedom, humanity, openness, and supporting others. Finally, I allow myself to state that Sharb el-Baini has proved throughout his productive and eventful life to be a man of his word, a writer whose creativity is endless, and a poet whose pen can turn into a sword for the defense of truth. Sharb el-Baini is simply a true inspiration to many. Thanks to Dr. Mustafa Helwi for such a wonderful book, and congratulations to both he and Sharb el-Baini, and also to poetry lovers around the world. Thank you so much. اولا احب ان اهنئ الدكتور مصطفى الحلوي بفوزه وحيدا بجائزه شرف العيني لعام 2020 التي اوجدها صديقي الخالد الدكتور عصام حداد منذ 28 سنه في معهد الابجديه في مدينه الحرب جبيل وما زالت توزع حتى يومنا هذا. ثانيا أن أحب أن أركز في كلمة هذه على بعض تساؤلات الدكتور مصطفى. لماذا شرب العين؟ يقول حماه الله إنه كتب كتابه عن شرب العين لأنه الداعية إلى العيش الوطني اللبناني الواحد، وبمعرفة الطويلة بشرب والتي تخطت النصف قرن أرى إن دكتورنا الحبيب قد عرفه دون أن يلتقيه أو يسمعه في الندوات الثقافية الكثيرة التي شارك بها. فطوال الحرب اللبنانية اللعينة كان صوت شرب العيني يلعلع في القاعات قائلا، وبالإذن أنك شرب بؤمن بالله وعيد أكد هالإيمان، بؤمن بعيسى وبالرسول كمان، بؤمن بإنجيلي وبالقرآن، بؤمن بوحدة شعب عاش برضا وبحب على أرض لبنان. أجل لقد وحد شرب العيني أبناء الجالية اللبنانية في وطنية صحيحة رغم القتل الطائفي والعشوائي المؤسف على أرض الوطن. ويقول أيضا عن شرب إنه الطفل المحب، فكيف عرفه وهو لم يلتقي به أو يصاحبه؟ فهذه الميزة بشرب لا يعرفها إلا أنا وأنتم، رفاقه في الحرف والكلمة والغربة. فكيف توصل إليها الدكتور مصطفى الحلوة؟
الجواب على هذا السؤال يكمن في قراءة الدكتور الحلوة المتعمقة لأشعار شرب البعيني، فلقد فلسف صوره الشعرية وهو الفيلسوف أو بالأحرى رئيس الاتحاد الفلسفي العربي ليأتي بهذه النتيجة. كتاب الدكتور مصطفى حلوة شرب البعيني بين الفصحى والعامية أحدث ضجة إعلامية وثقافية في مغتربنا هذا، رغم جائحة الكورونا التي حبستنا لأشهر طويلة وممتنا في بيوتنا. وأثبت إن الكلمات أجل كورونا، ما تحكوا على الكورونا يا جماعة. وأثبت أن الكلمات الحلوة والخالدة تنتشر كالهواء لتنعش القلوب وتبلسم الجراح وتعطي الأمل في زمن كل من فيه وما فيه يمشي عكس التيار. مرة ثانية ألف مبروك يا دكتور، وألف شكر لإصغائكم، وإلى اللقاء. شرب العيني كل سنة حقيقة بيشرفني استاذ شرب اني القي كلمه بالمناسبه الكريمه، فهو فشرب العيني رجل ولا كل الرجال، حباب الله باجمل الخطاب. هل اكتب عن الاكاديمي الناقد الدكتور مصطفى الحلوي المولع بتفكيك القصائد والغور في بحورها، أما تناول الشاعر شرب البعيني وأتطلع من جديد على العوامل والدوافع المنطقية التي دفعت الدكتور الحلوي إلى تفنيد وقراءة قصائده والكتابة عنها بحرفية وأبداع، خالقا من الإبداع إبداعا ومن رحلات استكشافية إلى أغوار القصيدة، مكتشفا موسيقاها ونبضات حروفها وجمال صورها. لكن ارتأيت أن أعرج من خلال هذه السطور على جائزة شرب البعيني لهذا العام 2020 التي منحت بكل جدارة إلى الأكاديمي الأديب الدكتور مصطفى الحلوي لمسيرته الأدبية النقدية القيمة التي سوف أوضحها لاحقا، ومساهماته في إثراء الحركة الأدبي في الوطن العربي من خلال كتبه ودراساته وأبحاثه التي لم يتسنى لي من سوء الحظ الاطلاع عليها جميعا، ولكن من خلال كتابه شرب العيني بين الفصحى والعامية تمكنت من التعرف على أسلوب الدكتور الحلوي الأكاديمي والأدبي والنقدي. كما يقال أن النقد هو عراب الأدب، فهو فن وعلم معقد يستلزم بعض الأدوات المهمة التي يجب توفرها لدى الناقد، ويعتبر نقد الشعر بالتحديد أكثر صعوبة من بقية الأعمال الأدبية الأخرى، حيث يتطلب الغوص في أعماق القصيدة